75 عاما على تأسيسها، فإنها تحتفظ بصحافة هي الأولى في عالمنا العربي. فمنذ تأسيس جريدة الأهرام من قبل اللبنانيين بشارة وسليم ثقلة، والصحافة المصرية في تألق مستمر ونجاح دافئ، إنها العين الساهرة على أرض الكنانة، وإنها السيف المسلق فوق رقاب من يريدون النيل من سمعة مصر في عالمنا العربي والعالم الغربي. في يوبيلها الماسي تعاهد نقابة الصحفيين المصريين القراء على أنها على درب الصحافة المرة سائلة، لا تكبر أياديها أية سلاسل، إنها الصوت الصارخ في سماء مصر الحرة الأبية التي مدت يدها إلى كل العرب في سبيل المساعدة واستنهاض الهمم. وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أطال الله بعمره، آلت الصحافة المصرية على نفسها أن تبقى حرة، وحرية الصحافة مقدسة في الدول التي ترفع راية العدل تحت سماواتها، وهذه الراية ستبقى خفاقة ما دام الصحفيون المصريون يزرعونها فوق كامل التراب المصري.